نجاوب شوية أسئلة. سؤال بيقول: أمي عجيبة جدا، فإنها حريصة على حضور الاجتماع وتبقى فرحة جدا بالوعظة، ولكن مع الأسف بعد قليل لا تعمل بأي شيء من العظة، فهي كثيرة الثرثرة والشتيمة ودايما صوتها عالي في البيت، وأنا لا أحب هذا، فأرجو أن تنصحها، وخصوصا هي النهاردة في الاجتماع. تقول لها كلام برضو تتأثر بيه وترجع ريما لحالتها القديمة. شوف يا بنتي، عايز اقول لك حاجة. الطبائع اللي موجودة في الانسان عايزة وقت على بال ما يتخلص منها. يعني ما تفتكريش ان امك اول ما تتأثر بسرعة تروح سايبة كل حاجة. عايزة وقت على بال ما تتخلص من الكلام الكتير، ووقت على بال ما تتخلص من الصوت العالي. لما اتكلمك بصوت عالي رد عليها بصوت واطي خالص. تبتدي هي بقى توطي صوت. والإنسان بيبقى كثير الثرثرة وكلامه كتير لأنه مش شاغل نفسه بحاجة. فلو قدرت إنك أنت تشغليها أثناء وجودك في البيت، تقعدي تحكي لها حكاية من الكتاب، حكاية من سير القديسين، هتسمع وما تتكلمش. ومعلش احتمل الحكاية دي شوية، لأنها تقعد من غير كلام ما هي تعبانة برضه. بالتدريج حاولي انك انت تكلميها وتحكي لها حكايات او تشغليها بحاجة. مش كل انسان يقدر على الصمت على فكرة، مش كل انسان، دي تدريب صعبة. معلش احتمليها وما تتضايقيش منها. واحد بيقول: ارجو وضع حد لاحتكار الصفوف الأمامية في القاعة، هذا الاحتكار الذي يشجعه بعض المنظمين ويساعدون عليه. اللي بيجوا في الأول بيقعدوا في الأول بيجوا بدري، فأنتوا عايزين تيجوا متأخرين وتقعدوا قدام، هنقومهم إزاي؟ هم جم بدري. ودي حاجة. تاني حاجة، ايه الفايدة في ان واحد يقعد في الصف الاول او في الصف الاخير؟ ايه الفرق يعني؟ ولا حاجة. ما دام الكلام بيوصل لودانك، امال الناس اللي واقفين على الباب دول يعملوا ايه مساجين؟ والناس اللي بره خالص اللي في الجنينة وبيسمعوا، ما تاخدوهاش بالحساسية الكبيرة دي. المهم انك تيجي وتسمع وتعمل بما تسمع. لكن الجلوس في الأماكن الأمامية يعني دي بتضايقكم في إيه؟ والمنظمين أنا هشوف حكاية معاهم عشان ما تزعلوش. سؤال: هل تظل كنيسة القديس تيموساوس الرسول بدون كاهن عند غياب كاهنها في الخارج؟ لا، أبونا الوكيل وكيل البطرخانة هيرتب لها ناس يصلوا فيه. واحدة بتقول: إنني زوجة من أكثر من 35 عام، وعندي 7 أولاد منهم البنين والبنات، ومنذ أكثر من 15 عام تركني زوجي وسافر للإسكندرية بسبب مشكلة مالية، وهناك تعرف على سيدة كذا وتجوزت إلى آخره. وافتكرت النهاردة ولا إيه؟ من 15 سنة تركك وافتكرت النهاردة؟
بتقول فأطلب أن تحل لي هذه المشكلة لكي أتخلص من هذا العذاب الأليم وأعيش بقية عمري مطمئنة. لهذا بطلب الطلاق لأنه ممكن يحضر في أي وقت وأنا لا أقبل. دي فيها كذا نقطة. أول نقطة، إزاي زواج من 35 عام وما يتكونش فيه الحب والرابطة القوية اللي بعد 20 سنة من الزواج الراجل يمشي ويدور على واحدة ست تاني؟ في نقطة عايزكم تفهموها كويس. الزوج والزوجة بيتجوزوا هما بيحبوا بعض طبعا ساعة الزواج، وما اتجوزوا ليه؟ المفروض ان في فترة الزواج يزداد الحب اكثر واكثر، لكن اللي بيحصل ان بعد ما بيتجوزوا بيقل الحب شوية بشوية لغاية لما يزهقوا من بعض. مش كلهم طبعا، في بعضكم بيزدادوا. فلازم نبحث ما هي الاسباب اللي بتخلي الزوجين يزهقوا من بعض ويملوا بعض وما يكونش عندهم المحبة القديمة. هل الاحتكاك اليومي في الحياة الزوجية؟ هل الاصطدام بأمور مالية؟ هل الاختلاف في الرأي أحيانا؟ هل تدخل عيلة الزوج أو عيلة الزوجة في الموضوع؟ هل الزوج عينه زايغة؟ مش عارف اترجمها بايدي يعني اهو. هل الزوجة زينتها للخارج وفي البيت بتبقى قاعدة مبعككة بأي برضو؟ مش عارف مبعككة دي هترجمها ازاي، يعني تقعد اي حاجة كده. مفروض برضو الزوجة تكون في البيت أنيقة وكويسة، مش الراجل يمشي في السكة يلاقي الستات اللي برا في السكة كلهم بمنظر ويخش البيت يلاقي الحكاية ملخبطة على الآخر. يعني في أسباب كتير، في أسباب كتير. هل الزوجة مثلا ما بتحترمش زوجها كما ينبغي، أو الزوج اتعود إنه ما بيحترمش زوجته؟ هل عبارات المجاملة اللي كانت موجودة أيام الخطوبة راحت ودلوقتي ما فيش غير هاتي وخدي وودي والأوامر والنواهي؟ طبعا أسباب كتيرة جدا جدا. لازم نعرف إيه الأسباب اللي بتخلي الزواج تضعف روح المحبة فيه بعد مرور مدة. ده موضوع طويل، يعني أنا مش عارف بالنسبة للزوجة دي إزاي الزوج بعد 20 سنة زواج وبعد ما خلف منها أولاد وبنات 7 يعني ابتدى يدور على واحدة تاني. تاني نقطة عايز أقولها لك، خافي على البنات بتوعك إذا حدث طلاق بعد 35 سنة. خافي على عيالك، لازم تضمني في الأول مستقبل العيال قبل ما تفكري في حاجة. لازم تفكري في مستقبل العيال قبل ما تعملي أي حاجة. تالت حاجة، إيه اللي هيفيدك من الطلاق؟ ما أنتم منفصلين طبيعي، إيه اللي هتكسبيه زيادة يعني؟ يعني يعجبك لقب مطلقة هتنبسط منه يعني؟ اديكم منفصلين. كمان ما تنسيش اذا كنت متجوزة بقالك 35 عام، يعني انت فوق ال50 يعني او وصلت لل60 يعني، ما إذا كانت اتجوزت عمرها 20 سنة يبقى عمرها 55.
إذا كان أكتر من كده شوية يبقى 60. فيعني تصوري لما واحدة ست محترمة زيك في 60 من عمرها أو 55 من عمرها تروح تقول عايزة تطلق، احتمل شوية وانس الكلام اللي عليه. انت خايفة اللي يرجع تاني؟ تحب نصلي لك انه ما يرجعش؟ ما تخافيش. هي تقول كده وفي قلبها يا ريت يرجع تاني. شقاوة العيال الصغيرين بتوع 55 سنة دول. الله يا ولاد عيب. سؤال واحد بيسأل على الربح في البنوك، هل هو حرام ولا لا؟ الربا عموما حرام، ولكن اي ربا حرام؟ لما انت تدي فلوس لواحد تسلفه وهو غلبان ومحتاج، وبعدين مش كفاية انه هو غلبان ومحتاج وبيستلف منك، تاخد منه زيادة على كده، يبقى بتقطع من لحمه، ده حرام. اما كون انك انت بتدفع فلوس في البنك والبنك بيستثمرها اقتصاديا وبيربح بيها، وانت تبقى شريك في هذا الاستثمار وفي رأس المال وبتأخذ من أرباح البنك، دي زي أي عملية تجارية. إن كان عندك فلوس وحطيت في البنك ما تتضايقش من دي وبعدين بيقول إذا كانت النقود ليست ملك المودع في البنك باسمه ولكن ملك أخوة، والأخ صاحب النقود يقوم بالقسمة في الفوائد، فهل من حق الأخ الذي يضع النقود باسمه وليس مالكا حقيقيا للنقود أن يأخذ نصف الفوائد من أخيه؟ لا، يبقى بيضر أخوه. لا، لازم يكون في عدل مع بعض. ده بيقول على حكاية معينة يعني. واحدة بتقول أنا طالبة بالثانوية العامة والامتحانات على الأبواب، وكل ما أتخيل نفسي داخل اللجنة والمراقبين واقفين أحس إن رجلي بتقع مني ودوخ وأحس بالفشل، أرجو أن تلقي كلمة لي ولكل الطلبة اطمئنهم بالامتحانات. ما تخافيش يا بنتي، يعني اللجنة بتاعت الثانوية تختلف عن أي لجنة في الدنيا. إيه؟ دايما التلميذ اللي مذاكر بيكون مش همه حاجة، التلميذ اللي مش مذاكر هو اللي بيخش تعبان، أو اللي مذاكر ومش مراجع ومش مأكد هو اللي بيخش تعبان، أو اللي مذاكر نص نص وخايف ينجح وما يجيبش مجموع هو اللي بيبقى تعبان. فأنت ذاكري وراجعي على قد ما تقدري، وخشي وقولي أنا هخش الامتحان وربنا هيخش معايا. وبيقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. وما تخافيش، والمراقبين دلوقتي ناس طيبين يعني مش زي زمان. صحيح، والمراقب ده أب، مدرس أب، وعارف نفسية الطالب وعارف إنه بيبقى تعبان، وكتير منهم بيبقى روحهم طيبة مع الطلب. ما تخافيش إن شاء الله تخشي وتبقي مبسوطة وما يجرالكيش حاجة. واحد بيقول من هو أوطاخي؟ أوطاخي أو يوتيخوس كان رئيس دير وأب رهبان في دير قرب القسطنطينية، ولما حدثت مشكلة نسطور كان أوطاخي بيدافع جدا عن إيمان القديس كيرلس الكبير ضد نسطور، وكان ضد انفصال الطبيعتين، ومن حماسه الشديد وقع في بدعة أو هرطقة كما لو أنكر الناسوت يعني.
يعني في دفاعه عن اللاهوت تقريبا أنكر الناسوت. وأوطاخ يعتبر هرطوقي مبتدع ضد الإيمان، والكنيسة بتحرمه وجميع الكنائس تحرمه. وحرم من رئيس أساقفته فلابيانوس، رئيس أساقفة القسطنطينية سنة 449، وحرم أيضا في مجمع خلق دنيا سنة 451. واحد بيقول ما معنى كلمة قربانة ولماذا سميت بهذا الاسم؟ القربان هو كل ما نتقرب به إلى الله، مش بس القربانة الخبز اللي بتشوفها، كل ما نتقرب به إلى الله. ولذلك أوشية القرابين اللي بنقولها في الكنيسة تشمل الصلاة من أجل المهتمين بكل شيء يختص بالمذبح، يعني بالخمر والزيت والبخور والستور وأواني القراءة وكتب القراءة وأواني المذبح كله، يعني كل ما إنسان بيقدمه يتقرب به إلى الله. واحد بيقول توفي والدي وأنا أبلغ من العمر 3 سنوات، وتزوجت أمي من عم والدي. طبعا زواج خاطئ أنها تتجوز من عم زوجها، بعقد زواج غير أرثوذكسي، وأنا كنت صغير والآن كبرت وتزوجت ولي أولاد، فما موقفي من أمي وهذا الزواج الذي أنا غير مقتنع به؟ وقد سبق أن بعثت لقداستكم عن طريق جريدة وطني ولم ترد علي. طبعا كون أن المرأة تتجوز عم زوجها ده غير مصرح به قانونا، بس ما اعرفش هل الكلام ده صحيح ولا لا، يعني هل هي فعلا اللي اتجوزته يبقى عم ابوك ولا لا. انت مفروض تقنعها انها يعني تقف عند هذا الحد وتنفصل عن هذا الزواج اذا كان الزواج فعلا من عم الزوج المتوفي، وممكن تشوف الآباء الكهنة الموجودين ومين اللي عمل هذا الزواج، بيقول زواج غير أرثوذكسي، وتشوف عقد الزواج يعني لو قدرت. وعلى كل من حقك انك انت اذا امك رفضت الانفصال عن هذا الزواج انك انت تقطع الصلة بيها، يعني تقول لها لو بقيت كده أنا ما أقدرش أخش بيتك. سؤال، واحد بيقول أنا بشتري لزوجتي بعض الحلي من الذهب لتتزين بها يكون منظرها كويس يعني، ولكن زوجتي رافضة أنها تلبس الحلي ده وبتقول لي أنت أصلك ما تعرفش الإنجيل، لو كنت تعرف الإنجيل وتعرف وصية ربنا ما كنتش تجيب الحاجات دي. يعني هي ما تحبش الزينة بالذهب، انت تقول لها طيب ايه اللي تحبيه عشان لما اجيبه لك تبقي مبسوطة؟ ان كانت تحب الجرابيش اي حاجة، تجيب لها اساسات في البيت مثلا كويسة، تجيب لها في الصيف ده مراوح، تجيب لها اي حاجة تبسطها. قول لها انا عايز ابسطك، فان كان الذهب ما يبسطكيش قولي لي ايه اللي اجيبه عشان ابسطك. اذا كانت زوجتك زاهدة مفيش مانع الذهب ده تبعوه وتدوه للفقراء، وتبقى زوجتك نفذت وصية الانجيل. فقول لها الكلام ده، قول لها ايه رأيك الذهب اللي جبته لك ناخده نبيعه ونديه للفقراء او لاي كنيسة فقيرة؟ فإن وافقت تبقى هي بتاعت إنجيل بصحيح.
طب ما دام ما بتلبسوش بتحطه فين يعني؟ في الدولاب؟ ففزنا بغيره، ما هو جايز يتسرق. انت قول لها الحاجات دي، قول لها اجيب لك حاجه غير الذهب، والذهب ده نشتري به اساسات في البيت او نديه للفقراء، نديه للفقراء او نديه لاي كنيسه، ونبقى نفذنا وصيه الانجيل: اذهب باع كل مالك واعطيه للفقراء. بيقول: ذكر في الكتاب المقدس حياة موسى النبي ولم يذكر اللحظات الأخيرة منه وموضع جسده. في ذلك الوقت كانت توجد عبادة أصنام، وكانوا عايشين في مصر قبل كده، وكان مصر بيعبدوا فيها الملوك بتوعهم الفراعنة. فربنا أراد إخفاء جسد موسى حتى لا يكرمه بنو إسرائيل إكراما ضد العقيدة والإيمان. ولكن خبر موت موسى ذكر في آخر سفر التثنية، تقدر تقرأ في آخر سفر التثنية. سؤال: حدثنا كثير من الآباء عن علامات المجيء الثاني للمسيح، ولكن بعض منهم تكلم عن ميلاد ابن الخطية وقرب انتهاء إنسان الخطية مش ابن الخطية وقرب انتهاء الأيام. أنا جاوبت على الكلام ده في كتاب سنوات مع أسئلة الناس، تقدر تقراه لأني جاوبت عليه أكتر من مرة وما فيش داعي نضيع الوقت فيه. واحد بيقول: هل يجوز أن يتزوج الإنسان بزوجة خاله المتوفي؟ لا طبعا، ده زوجة خاله تعتبر كأنها خالته. وإني أعرف حالة تزوج بزوجة خاله المتوفي. في ناس في الصعيد نتيجة الجهل، أو في الريف نتيجة الجهل، بيتجوز أي حاجة. لكن الحاجات دي حاجات بتاعت زمان ومش موجودة دلوقتي، لأن احنا دلوقتي بنعلم الناس الكلام المظبوط وإيه موانع الزواج. فمش معقول واحد يتجوز بمرات خاله، مرات خاله دي زي خالته. كل دي حاجات زمان وما بقتش موجودة دلوقتي، دي بقايا أيام جهل قديم. أهو الحاضر يا ستي كان ماشي كده. سؤال: ما معنى الآية اللي بتقول ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك ليس الرجل التسلط على جسده بل للمرأة؟ يعني المرأة لا تستطيع أن تهب جسدها لغير رجلها، رجلها يعني زوجها، والرجل لا يستطيع أن يهب جسده لغير زوجته. هذا الكلام كده. نكتفي بهذه الأسئلة. Yeah.
سافرت لأمريكا لزيارة أولادنا هناك، وأثناء وجودنا حضرت بعض اجتماعات أحد الطوائف البروتستانتية المعمدانيين باللغة العربية بسان فرانسيسكو، ولاحظت أنهم يركزون على العلاقة المباشرة الفردية بين الله والناس، ويركزوا على الآية آمن فقط فتخلص. احنا هنرد على الحاجات ان شاء الله جنب آمن فتخلص اللي موجودة في سفر الأعمال إصحاح 16:32 اللي هي اللي سجان في لبي، حط جنبها الآية بتاعت مرقس 16:16 من آمن واعتمد خلص. وما دام هم معمدانيين يبقوا لازم يؤمنوا بالمعمودية وقيمة المعمودية. على أي الحالات الحاجات بتاعت الحوار اللاهوتي دي إن شاء الله هنطلع عنه كتاب، كتاب العربي موجود وبيترجم للإنجليزي، وغالبا بنعمة ربنا الشهر الجاي بكتير يكون موجود باللغة الإنجليزية ونقدر نوزعه في الخارج عن الخلافات العقائدية دي. فما تتضايقش، أنا هشوف الأوراق دي وهقراها. نتكلم بقى على موضوع بكرة إن شاء الله في عيد الصعود، صعود ربنا يسوع المسيح إلى السماء. النهاردة عشية عيد الصعود، فأكلمكم عن الصعود. الصعود. السيد المسيح صعد في مجد كبير، يعني قضى مع التلاميذ 40 يوم، وبعدين بصوا لقوا سحابة أخذته وطلع للسماء فوق إلى أن اختفى عن أنظارهم وهم شاخصون إلى السماء. ووقف بهم ملاكان وقالوا لهم يسوع ده اللي انتوا شايفينه صاعد الى السماء سيأتي هكذا على السحاب من السماء. في مجيئه الثاني سيأتي في هذا المجد. في الحقيقة مجد الصعود يعطينا اول فكرة، فكرة الرجاء في المسيحية. مين كان يظن ان المسيح اللي اهين وجرح وصلب وكانوا يتحدونه بكل التحديات، ان كنت ابن الله خلص نفسك، انه بعد اهانات الصليب يدخل في مجد القيامة وفي مجد الصعود، ثم بعد ذلك في مجد المجيء الثاني. كل ده يورينا ان الالام ليها حدود وتنتهي، وان وراء الالم يوجد المجد. كل ما في المسألة ان الواحد يصبر قليلا، يصبر على الام الصليب، ثم بعد ذلك يدخل في مجد القيامة ويدخل في مجد الصعود. السيد المسيح احتمل كل الاهانات وقت الصليب، مرر، لأنه عارف بعد كده هيحصل إيه. ولذلك مجد الصعود كان ردا على كل الذين أعثروا من متاعب يوم الصلب. لما شافوا المجد العظيم والمسيح صعد إلى السماء، في ناس لما تجيلهم ضيقة يدخلون داخل الضيقة وينحبسوا جوه الضيقة، يبقى الإنسان حبيس الضيقة والضيقة لف عليه كده. لكن الإنسان القوي اللي عنده ثقة، اللي عنده رجاء،
يقول بعد الموت في قيامة، وبعد الضيقة فيه فرج، وبعد التعب فيه راحة، ولا يهمه، يعيش كده في الرجاء، ويعرف ان كل ألم وراه مكافأة ان كان ألم من أجل الله. بيقول تتألموا معه لكي تتمجدوا معه. صعود السيد المسيح كان نهاية لعبارة أخلى ذاته، أخلى ذاته، أخذ شكل العبد، ولد في الهيئة كإنسان، ولد في مزود بقر، عاش فقير ليس له أين يسند رأسه، محتقر ومخزول من الناس، كل الحاجات دي لأنه أخلى ذاته. لكن أول ما صعد إلى السماء عبارة أخلى ذاته دي انتهت. صعد في مجد، وبعد أن صعد دخل في مجد آخر، أنه صعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب. وعبارة جلس عن يمين الآب نجد ليها شواهد كثيرة جدا في الكتاب المقدس، في العهد القديم والعهد الجديد. في العهد القديم زي المزمور اللي قيل فيه: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. وفي آخر إنجيل معلمنا مرقس في مرقس 16:19 يقول: ثم أن الرب بعد ما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. وأثناء استشهاد استفانوس قال: أنا أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان جالس عن يمين العظمة. والسيد المسيح في أثناء محاكمته لما قالوا له: قل لنا هل أنت فعلا ابن الله؟ قال لهم: من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. وفي الرسالة إلى العبرانيين تجدون شواهد كثيرة، منها بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة، في عبرانيين 1:3. حاجات كتيرة خالص. لكن عايز أقول لكم حاجة عن الصعود والجلوس عن يمين الآب. السيد المسيح صعد بالجسد، صعد بناسوته، لأن اللاهوت لا يصعد ولا ينزل. اللاهوت لا يصعد ولا ينزل، لأن اللاهوت موجود في السماء وموجود في الأرض وموجود ما بينهما، فهيصعد فين وينزل فين؟ وإزاي هيصعد للسماء وهو موجود في السماء؟ لكن لما نقول صعد إلى السماء نقصد صعد بالجسد أو صعد بناسوته. وكذلك جلس عن يمين الله تؤخذ بالمعنى الرمزي، لأن الله ليس له يمين ولا شمال، ولا يوجد مكان فاضي عن يمين يقعد فيه حد، إنما يمين الله يرمز للقوة وللعظمة، عشان كده قيل عن يمين العظمة. يعني بعد ما كان أخلى ذاته دلوقتي يجلس في العظمة، وكلمة يجلس يعني يستقر، يعني يستقر في حالة العظمة، في حالة المجد. ما فيش إخلاء ذات، ما فيش حد يقدر يهينه، ما فيش حد يقدر يتهمه، دخل في مجده إلى الأبد. آدي صعد إلى السماء بالجسد، جلس عن يمين الله. وأيضا تعني أن جسد المسيح موجود في ملء العظمة في السماوات. السيد المسيح لما صعد إلى السماء
كان هذا الأمر يعني شيئا آخر بالنسبة لينا. قال لهم: وأنا إن صعدت أجذب إلي الجميع. وقال لهم: أنا ماضي لأعد لكم مكانا، وإن أتيت وأعددت وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فالمجد الذي كان للمسيح هو مجد لنا أيضا، لأننا نحن أيضا سنصعد إلى السماء. في مجيئه الثاني سيأتي على سحاب السماء في مجد أبيه، في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، ثم يرسل ملائكة إلى الأرض ليجمعون مختاريه من جهات الأرض الأربع، ونحن نختطف معه إلى السماء، الأحياء الموجودين والباقيين يقوموا ويصعدوا معه على السحاب. وبولس الرسول يقول بعد كده: وهكذا نكون مع الرب في كل حين. فالصعود الذي كان للمسيح هيكون للبشرية كلها بعد القيامة، يقوموا ويصعدوا إلى السماء ويكونون معه في كل حين في السماء. فده أمل لينا ورجاء لينا. زي ما السيد المسيح كان في قيامته عربونا وباقورة لكل الراقدين، انه زي ما هو قام هم يقوموا، كذلك زي ما هو صعد للسماء هم كلهم ايه يصعدوا معاه للسماء. دي نقطة مهمة لازم نكون واخدين بالنا منها. طب واحد يسأل ويقول: ازاي نفرح بعيد الصعود بينما السيد المسيح لما صعد ساب التلاميذ وطلع للسماء؟ عايزين نقول في دي ان السيد المسيح صعد ولم يتركهم، يعني مش صعد وترك التلاميذ ابدا. ده قال لهم: ها انا معكم كل الايام وإلى انقضاء الدهر. ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. وقال لهم: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. أمال يعني بقى صعد؟ هو صعد يعني كانوا بيشوفوه بطريقة مرئية، دلوقتي هيكون موجود معاهم بطريقة غير مرئية. يعني انتوا في الاول كنتوا بتتمتعوا بي عن طريق الحواس، بتشوفوني بعينيكم، بتقولوا: الذي رأيناه، الذي شاهدناه، الذي لمسناه بأيدينا. دلوقتي هبقى معاكم بس ما تشوفونيش، معاكم بالروح وما تشوفونيش، معاكم باللاهوت وما تشوفونيش، زي ما بيقول الرسول: يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. هي عملية مزدوجة، عملية نضوج وعملية فطام. عملية نضوج ان التلاميذ يحل عليهم الروح القدس، يبقوا في حالة روحية قوية، يبقى يستطيعوا انهم يتمتعوا بالمسيح حتى من غير ما يشوفوه، يتمتعوا بالمسيح حتى ايه من غير ما يشوفوه. ده نضوج روحي، يرتفعوا من مستوى المرئيات الى مستوى غير المرئيات. انتم بتؤمنوا بان المسيح موجود وسطكم عشانكم شايفينه، طوبى لمن امن دون ان يرى، هيكون وسطكم وانتم مش شايفين. تمام، زي ما الملائكة موجودين وسطكم وانتم مش شايفينهم، هتنتقلوا الى وضع اكبر. حتى الروح القدس هيعمل معاكم وانتم مش شايفينه، ده نوع من النضوج الروحي.
من الرقي من الارتفاع عن مستوى المرئيات، هتحسوا بالمسيح معاكم بعمله، مش ضروري تشوفوه بالعينين، لكن تحسوا بعمله، تحسوا بإيد الله في حياتكم، مش ضروري تشوفوا بالعينين. أنا هصعد لفوق وعايز أنتوا أفكاركم كمان تصعد لفوق، عايز أفكاركم تصعد لفوق من مستوى الماديات والمرئيات إلى مستوى الروحيات. وهكذا نحن نؤمن أن المسيح موجود معانا، صحيح صعد للسماء لكن موجود معانا في كل حين، حتى على المذبح هو ذا كائن معنا على هذه المائدة عمانوئيل إلهنا، وهو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. فنؤمن بكل هذا دون أن نرى، دون أن نشغل الحواس في الموضوع. وعملية فطام، يعني ايه عملية فطام؟ يعني انا كنت معاكم بشتغل كل حاجة وانتم واقفين تتفرجوا. والتلاميذ كانوا بيعملوا ايه في وجود المسيح؟ بيتفرجوا. بصراحة هو اللي بيعمل المعجزات وهم بيتفرجوا، هو اللي بيعلم الناس وهم بيتفرجوا، هو اللي بيرد على الكتب والفريسيين وهم بيتفرجوا. دلوقتي انتوا كبرتوا وتقدروا تحملوا مسؤوليات، وارسلكم الى جهات الارض كلها تتلمذوا جميع الامم، تكرزوا بالانجيل للخليقة كلها، تعلموهم جميع ما اوصيتكم به، تبتدوا تشتغلوا، وانا اللي هرقبكم واشوفكم بتعملوا ايه، وهكون معاكم. ومش هتشتغلوا لوحديكم، هتشتغلوا انا معاكم، لان بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيء. بس مش ضروري تشوفوا وتلمسوا وتشغلوا العين، لا، تشغلوا الروح والرؤية الروحية. وايضا انا ماضي علشانكم، ومش ولا اترككم يتامى، هارسل ليكم الروح القدس يكون معاكم، وانا هكون معاكم واعد لكم مكانا واخذكم اليه. هنا بقى في الصعود نشوف ناحية كتيرة بعمل ربنا، وبان ربنا ابتدى يمرن اولاده على الشغل. يعني دلوقتي فصل اعداد الخدام انتهى، هتبتدوا تشتغلوا انتوا وتخدموا، ما فيش مانع بعد كده اعمل لكم شوية اعدادات اخرى في السكة، لكن دلوقتي انتوا هتبتدوا تخدموا. ايه تاني اللي عايزين نقوله في دي؟ عايزين نقول ان الصعود يبدو امام جميع الناس انه ضد قانون الجاذبية الارضية، لكن في حكاية ضد قانون الجاذبية الارضية انا عايز اقول عبارتين. عبارة بصفة عامة ان ربنا وضع قوانين الطبيعة لكي تخضع هي له وليس لكي يخضع هو لها، دي اول نقطة. تاني نقطة، من جهة الواقع الأمر لا يتعارض مع قانون الجاذبية الأرضية، لأن المسيح لم يصعد بالجسد المادي الذي تجذبه الأرض إلى أسفل، ده صعد بالجسد الممجد، الجسد الروحاني. وما دام جسد روحاني يبقى ممكن يطلع إلى فوق، ده جسد روحاني، ونحن سنقوم على شبه جسد مجده. ودلوقتي لما احنا في يوم القيامة الناس كلهم يقوموا والملائكة تطلعهم لفوق وهيطلعوا لفوق، مش كلهم هيطلعوا برضو زي ما طلع المسيح؟ هتقول لي جاذبية أرضية؟ ما فيش لا أرضية ولا جاذبية، ده في أجساد روحانية، بيزرع جسد مادي ترابي ويقام جسد روحاني، والجسد الروحاني يطلع لفوق.
ده المجد نوع من المجد اللي الطبيعة البشرية هتتمتع به في القيامة العامة، على مثال المسيح نقوم، وعلى مثال المسيح نصعد، وحيثما يسكن المسيح نسكن معاه. احنا هنخش في أمجاد الصعود. يبقى هنا نقول كل حاجة في حياة السيد المسيح دي بتاعتنا احنا، لأن احنا بنشترك معاه في حياته، ونشترك معاه في مجده، نشترك معاه في مجده في نوع جسد القيامة، ونشترك معاه في مجده في الصعود، ونشترك معاه في مجده نسكن حيث هو. ده لو الإنسان لو يعرف الحاجات دي كلها يبتدي يحترم ذاته ويحترم طبيعته، ويعرف ان هو حاجة تاني، مش مجرد هذا الجسد المادي اللي بيعيش على الأرض. والسيد المسيح أعطانا أيضا ليس فقط مثل صعوده، إنما عربون أيضا لصعود البشر في العهد القديم وفي العهد الجديد. في العهد القديم صعد إيليا إلى السماء في مركبة نارية، وفي العهد القديم صعد أخنوخ إلى السماء، لكن عظمة صعود المسيح إنه صعد بذاته، مش جات مركبة شالته زي إيليا، صعد لوحده كده. وأيضا في العهد الجديد نجد إن بولس الرسول صعد إلى السماء، إلى السماء الثالثة، وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتحدث عنها، لدرجة أنه قال في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، لأنه كان صعودا عجيبا. ونجد أيضا ربما نوع آخر من الصعود، انا ما اعرفش اعبر عنه لكن يعني اقوله بس. القديس يوحنا الانجيلي في سفر الرؤيا بيقول ابصرت بابا مفتوحا في السماء، والملاك اللي كان معايا قال لي اصعد الى ها هنا لاريك ما ينبغي ان يكون. فهل يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا صعد برضه ودخل بالباب الموجود في السماء وشاف الدنيا كلها، ولا صعد بروحه، ولا صعد بأفكاره، ولا شاف، ولا ايه الحكاية دي؟ نسيبها الوقت، لكن ما فيش شك ان في نوع من الصعود بالنسبة للقديس يوحنا الحبيب. السيد المسيح أراد بالصعود أيضا أنه يجعل أفكارنا كلها متعلقة بالسماء. بعد قصة الصعود يقول السيد المسيح صعد إلى السماء والتلاميذ ظلوا شاخصين بأبصارهم إلى السماء حيث صعد، لغاية لما قال لهم الملائكة قالوا لهم اصحوا، المسيح ده اللي صعد هيجي لكم بنفس الوضع. وأصبحت من بركات الصعود إن نشخص بأبصارنا إلى السماء حيث صعد المسيح. بيقول حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. ولما التلاميذ شافوا المسيح صاعد إلى السماء ارتفعت قلوبهم وأفكارهم أيضا إلى السماء حيث يكون المسيح، وتعلقت قلوبهم بالسماء، أصبحوا مش باصين للأرض، باصين للسماء حيث صعد المسيح. والمسيح يريدنا باستمرار أن ترتفع عقولنا وأفكارنا وقلوبنا عن مستوى الأرض لتتعلق بالسماء حيث يوجد المسيح.
لنقطة أخرى. إحنا يعني أفكارنا موجودة فين؟ متعلقة بالأرض ولا متعلقة بالسماء؟ بيقول وأنا إن صعدت أجذب إلي الجميع، فهل استطاع أن يجذبنا معه إلى فوق ولا لسه ملتصقين بالأرض؟ اللي عايش في الأرض وقلبه في الأرض هو اللي تعبان، لكن الذي وهو على الأرض يكون عايش في السماء ده بيبقى مستريح. اوعوا تفتكروا ان الانتقال الى السماء ومجد السماء وسعادة السماء عبارة عن انتقال فجائي. لا، انتقال فجائي دي يعني واحد قاعد في الارض ولازق في الارض وماسك في الارض وفجأة يلاقي روحه في السماء. لا دي بتنفعش يا جماعة، ولا هي كلام منطقي ولا حاجة. ده الواحد يبقى على الارض وافكاره في السماء وفي الارض وقلبه في السماء، فهو بينتقل للسماء قلبا وفكرا وهدفا ورغبة ويتعلق بيها، وبعدين لما ينتقل اليها ما تبقاش حاجة فجائية، ما تبقاش حاجة فجائية، ده حاجة هو عايش فيها. إن لم تستطع أن تعيش فيها عيش بتأملاتك في السماء. أمال يعني التلاميذ كانوا شاخصين للسماء؟ مين بيعيش بتأملاته في السماء؟ يقعد كده ويسرح في السماء شوية، يسرح في السماء وسكان السماء ويتأمل شوية في الملائكة ورؤساء الملائكة والشاروبين والسرافين والأربع وعشرين كاهنا والجمع غير المحصى الذي للقوات السمائية ونعم السماء وشجرة الحياة وربنا والفردوس والقديسين. نسيتوا دول ولا أكمل لكم؟ يقعد يفكر في الحاجات دي ويبقى مبسوط. لو قالوا ربنا ولا ملاك ولا فكر يقول له هتروح السماء يقول يا ريت. حد يقدر دلوقتي يقول له كده؟ حد يقدر يسأل واحد فيكم يقول له تروح السماء يقول يا ريت؟ لأن أبصاركم الشاخصة في السماء. إحنا ماسكين في الأرض كده متبتين فيه بضوافرنا بمخالبنا بأرجلنا بأفكارنا. أمال إيه شاخصين إلى السماء؟ أهو ده الرسل القديسين. عشان كده الرسل القديسين كان يجي واحد زي بولس الرسول يقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. الحكاية دي لسه بدري. ده ربنا بيفكرنا بالسماء باستمرار حتى في الصلاة الربانية الأن أبانا الذي في السماوات. عايز يفكرك بس بالسماوات. لتكن مشيئتك في الأرض كما هي في السماء. برضو تاني مرة علشان نفتكر السماء. على أي حالات ارتفاع السيد المسيح إلى السماء يريد أن يرفع به قلوبنا وأفكارنا حتى نكون معه هناك. بيقول ستكونون معي وأنا هأعد لكم مكانا. بس علشان تبقوا معايا، الترقية إلى السماء لها طريق. الطريق إيه هو؟ الموت. تقول هنعكنن على بعض وخلينا في السماء وبس. بصراحة هو ده الطريق، يعني وافقتوا ما وافقتوش هو ده الطريق. لكن على أي الحالات إن الواحد ما فكرش في الموت اللي يوصل للسماء، في حاجة اسمها يموت عن العالم والأشياء التي في العالم. يتمتع بالسماء روحيا وإن لم يتمتع بها بالطريقة الأبدية. دي اللي يسموها مذاقة الملكوت. مذاقة الملكوت. معجزة الصعود كانت شيء خاص بمجد الرب.
هو صحيح أنكر ذاته وعاش على الأرض حياة بعيدة عن كل الأمجاد، لكنه في صعوده أعطانا فكرا عن مجده، وقال أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي ليروا مجدي. ومجد ربنا ده اللي شفناه في الصعود ورهونا قبل كده في مناسبات أخرى، يعني في مناسبة التجلي أعطانا شيئا عن مجده، فكرة عن مجده، مضيء ومنير بشكل أبهر التلاميذ. في مشيه على الماء أعطانا فكرا عن مجده. في معجزاته وسلطانه على الطبيعة أعطانا شيئا عن مجده. في ظهوره للقديس يوحنا الإنجيلي أعطانا شيئا عن مجده أيضا، بيقول بصيت لقيت السيد المسيح ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها وعيناه كلهيب نار، حاجة مش معقولة، لدرجة بيقول وقعت عند قدميه كميت. ده شيء بسيط من مجد المسيح. أمال المجد الذي لا ينطق به في السماء ده يبقى إيه؟ دي حاجة تاني. إحنا يلزمنا إن إحنا ناخد فكرة كويسة عن مجد الله. طول ما أنت شاعر إن السيد المسيح هو المولود في مزود مش هتشعر بالهيبة الجبارة دي، لكن إذا شعرت بالمسيح صاعد للسماء وجهه يضيء كالشمس في قوته عيناه كلهيب نار، هتبتدي يجيلك شعور من مجد ربنا. وشعورنا بمجد ربنا ده لازم لينا جدا، لأن في ناس يحبوا يشعروا بمحبة الله فقط ولا يشعروا بمجد الله. شعورهم بمحبة الله بيخليهم يتدللوا على الله، والبعض يزيد التدلل ويصل للاستباحة والاستهانة وعدم الاهتمام، يقول لك ربنا ده كله حلاوة، ده ربنا ده طيب، ده ربنا ده لطيف، ده احنا مهما اخطينا خطايانا دي كلها تدوب في لجة محبته كده على طول، بلا توبة بلا خشوع بلا حاجة بلا انسحاق. ولذلك ربنا يحب يورينا شيء من مجده لكي اولا نصل الى شعور الخشوع في الوجود مع الله. الخشوع ليه؟ انت لما تقول قدوس 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 بتنحني لانك شاعر بمجد الله القدوس. ليه لما تدخل الكنيسة بتركع قصاد الهيكل وتقول له اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك؟ ليه؟ الشعور بمجد الله. انتوا ساعات بتنسوا مجد الله. المسيح في الصعود وراهم شيء من مجده، يعني يا حبيبي انت كنت بتتكي على صدر صحيح يا يوحنا، لكن ما تنساش يا يوحنا نفسك ان لما اوريك المجد بتاعي بيقول وقعت عند قدميه ايه؟ كميت. الحب له وقت والخشوع له وقت، وعلاقتكم بربنا مش علاقة حب فقط، علاقة حب وايه؟ وخشوع. عشان كده تقف في الصلاة كأنك واقف أمام لهيب من النار بمنتهى الخشوع، لأنك واقف مين؟ قصاد ملك الملوك ورب الأرباب، قصاد الله القادر على كل شيء، الله غير المدرك، اللي عبارة عن نور لا يدنى منه، اللي الملائكة بتقف بجناحين يغطون وجوههم وجناحين يغطون أرجلكم بكل خشوع. ما فيش شك إن التلاميذ والمسيح صاعد للسماء شعروا بخشوع كبير. هم طبعا الخشوع كان بيجري في دمائهم بالنسبة له قصاد المعجزات الجبارة اللي بيعملها، بيخش والأبواب مغلقة، بيمشي على المية، بيقيم الموتى، بيفتح أعين العميان، برضو بيجيلهم خشوع.
شعور الحب نحو الله لا ينفي شعور الخشوع ولا ينفي شعور المخافة، لأن مجد الله يعلمك إيه؟ إنك أنت تخاف ربنا، تشعر باحترام لي، تشعر بأن الله قدوس والله لا تتفق طبيعته مع الخطية وصلاحه ضد الأخطاء اللي بتعملها، فتشعر بخشوع نحو الله ومخافة من جهته. فلا تستهتر وإنما تخاف الله. أنا ليا نفسي أطلع لكم كتاب بتاع مخافة الله ده، وعدت به كتير ولسه ما طلعتوش، لكن لازم، لأن كل إنسان لازم يصل إلى مخافة ربنا. والحب يبقى درجة سامية بعد المخافة، يعني بدء الحكمة مخافة الله، وبعدين تتدرج لغاية لما تصل إلى الحب. ولما تحب ربنا لا تخطئ، مش تخطئ وعايش في الخطية وتقول ده أنا بحب ربنا، تحب ده إيه وبتاعي. السيد المسيح بارتفاعه إلى السماء أعطانا فكرة عن مجده وعن عظمته، وجلوسه عن يمين الآب أعطانا فكرة أيضا عن عظمته، لكي نهابه، نحترمه، نخشاه، نطيعه، نحيا في حب مبني على الاحترام وليس في حب فيه استهتار. لما صعد إلى السماء فكرنا بالعبارة اللي بتقول السماء هي كرسي الله والأرض هي موطئ قدميه، وإحنا ناس عايشين على الأرض وأصلنا تراب من الأرض، يعني نقول يا رب إحنا لسه بوصلناش لموطئ قدميك، إحنا لسه على الأرض. طب إمتى نبقى جوه ربنا وربنا جوانا؟ لما نبقى بشر على الأرض وقلوبنا في السماء. أول عبارة اللي قيلت عن الآباء الرهبان إنهم بشر سمائيون، بشر إيه؟ سمائيون أو ملائكة أرضيون، دول مش بتوع الأرض، دول بتوع السماء، الأرض دي انتهت من حياتهم. يكونون الذين يستعملون العالم كأنهم لا يستعملون. نقول له فترة الأرض يا رب دي راحت وانتهت، احنا دخلنا دلوقتي في حياة جديدة معاك وعايشين بشر سمائيين بأرواح ممكن تصعد إلى فوق وممكن تعيش في السماء. وهكذا نرى أن السيد المسيح انتقل من مجد إلى مجد، من مجد الميلاد الذي هو مجد الاتضاع، والاتضاع له مجده، مجد الميلاد الذي هو مجد الاتضاع، انتقل إلى مجد الصليب الذي هو مجد الحب والبذل، انتقل إلى مجد القيامة الذي هو مجد القوة والحياة، إلى مجد الصعود الذي هو مجد الرفعة والعلو والسمو، وهكذا انتقل من مجد إلى مجد. وإحنا بنرى مجده ونقول له لك القوة والمجد والعزة والبركة إلى الأبد آمين. ونشعر بمجد الله في صعوده كما نشعر بمجده في تواضعه، كما نشعر بمجده في حبه، ونمجده باستمرار الآن وإلى الأبد. غير أن مسألة الصعود أيضا تذكرنا بشيء بسيط،
طب يا رب انت هتصعد دلوقتي ووعدتنا بالروح القدس، طب اول ما تصعد تبعت الروح القدس؟ ده مرت 10 أيام وما جاش الروح القدس، يبقى ايه بقى؟ لا طلناك ولا طلنا الروح القدس وقاعدين 10 أيام دول متشعلقين، لا طايلين اخلوم الابن ولا اخلوم الروح. فترة انتظار، فترة انتظار وفترة صلاة، انتظر الرب دايما. ربنا يوعد ويدي بعد شوية، دي طريقة ربنا يعني باستمرار كده، يوعد ويدي بعد شوية، ويديك فترة من الانتظار تعيش فيها في حياة الإيمان وفي حياة الصلاة، مؤمن تماما ان وعد الله يتحقق ولو بعد 10 أيام ما يهمش. انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. وما تفتكروش ان فترة الانتظار دي يعني قاعدين بدون ربنا وبدون الروح، انا معكم كل الايام وانتم مش شايفيني، والروح بيعمل معاكم من بدء الخليقة منذ ان كان روح الرب يرف على وجه المياه، بس انتم مش شايفين. كل ما في الحكاية ان لما يجي يوم 50 هتبتدوا تشوفوا الروح مش بس كألسنة من نار، هتشوفوا الروح من جهة عمله معكم، من جهة مواهب الروح اللي هتاخدوها، من جهة القوة اللي هيديها لكم الروح، من جهة الأعمال الظاهرة. لكن روح ربنا معاكم من الآن، بس لسه الأعمال الظاهرة ما جاش معتها، لسه المواهب والقوة ما جاش معتها. هنبتدي في يوم 50 في الحاجات دي، لكن لازم تصبروا 10 أيام دول، تصبروا وتثقوا بالوعد الإلهي. الوعد الإلهي قال لكم الروح هيجيكم يبقى هيجيكم، الروح هيعمل فيكم يبقى هيعمل فيكم، هيعيش جواكم يبقى هيعيش جواكم، لكن ثقوا وانتظروا. برضو كانت هذه الأيام أيام فرح، ما كانش ممكن إن التلاميذ يصوموا بعد صعود الرب، لسه هي أيام فرح أيام 50 كلها، وأول ما يجي لهم الروح القدس ياخدوا القوة لكي يخدموا الرب، ويبقى يصوموا من أجل أنهم ياخدوا قوة من الرب، مش صوم لأنهم حزانة أو الرب فارقهم، لا أبدا. التلاميذ لم يشعروا في دقيقة من الزمن أن الرب فارقهم، هو صعد إلى السماء وهو موجود في السماء وموجود في الأرض وموجود ما بين السماء والأرض ومعكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، ولا يترككم يتامى وهو معاكم مهما صعد، المهم أنكم تصعدوا معاه. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.